هم كلموني لميس الصبح، الدكتور ما كانش قادر يقول يوم، حبوها قوي قوي هناك. انا عايز اشكرهم كلهم يا لميس، يعني دكتور محمد خالد، دكتور علي حطب، دكتور محمد رضا، مدام فتحيه، دكتور عبد الرحمن، الدكاتره كلها اللي هناك، البني ادمين اللي هناك، البني ادمين المحترمين اللي رعوها. احنا مش معاها 43 يوم، ما خلوهاش عايزه حاجه، محتاجه حاجه. الناس دي لازم اشكرها قوي، وانتي لانك ما كنتي معايا يوم بيوم ولحظه بلحظه وما سبتنيش، وكنتي سند. انتي كمان يعني شفتي قد ايه هم ناس عظيمه وناس محترمة. فروحت النهاردة كلموني 5:30، كانوا مش عارفوني يقولوا لي الخبر، كلموني قالوا لي احنا عايزين نقول لحضرتك مرتين كده. فقلت له إنا لله وإنا إليه راجعون، قال لي ونعم بالله. رحت لقيتهم مخلصين كل حاجة، كل الإجراءات، واستأذنوني قالوا لي ممكن نصلي عليها هنا. قلت له طبعا، هو بس في ناس مستنيين. قال لي تصلي عليها مرة واثنين بس، احنا عايزين، احنا عشرناها وعرفناها وحابين نصلي عليها هنا في المستشفى. قلت لهم يا ريت صلوا. ومش قادر أقولك يا لميس، في لحظات كنت أنا اللي بعزيهم فيها، يعني حبوها لدرجة مش قادر أقولك. كان يوم جميل، ورجعنا من الإسماعيلية لقيت الدنيا كل حبايبها، كل الناس واقفة، كل الناس سادة، كل حاجة مشيت حلو جميل بسلام كده وهدوء ورضا. أنا الحمد لله راضية، الحمد لله راضية.